عبد الله الشلاحي مدرب كرة قدم كويتي يخوض تحدي من نوع مختلف كونه يتولى تدريب منتخب أفغانستان. دعونا نتعرف عليه أكثر في التقرير التالي مع الزميل محمد الصادق. عبد الله الشلاحي قصة مدرب كويتي صنع لنفسه تجربة فريدة واتخذ من الصعاب طريق إما أن أكون فيه أو لا أكون. قصتي التدريبية بدأت من حلم أن أوصل مع منتخب الكويت لكأس العالم مراحل سنية، لأن إحنا الوحيدين مع منتخب فلسطين اللي ما وصلنا لكأس العالم مراحل سنية من منتخبات عرب آسيا. فبدأت في تدريب في المراحل السنية في الكويت، نادي كاظمة، صليبيخات، التضامن، القادسية، الشباب. بعدين حسيت ان ما راح اقدر اسوي شيء، لان الاوضاع في الكويت رياضيا ما هي الاوضاع اللي تشجع المدرب انه يبدع وينجح. لما نذكر الكرة الكويتية احنا نذكر منتخب ارعب واتعب القارة الاسيوية، مر من خلاله العديد من النجوم. يا ترى وين ضي الازرق اليوم؟ اللي ينقص الكرة الكويتية عشان ترجع سابق عهدها ان نقعد على طاولة واحدة كلنا كرياضيين كويتيين ونقرر ان الكويت فوق مصالحنا الشخصية، الكويت قبل اهدافنا الشخصية، الكويت هي الاساس واحنا مجرد زائلون مرحلة معينة وراح نختفي من تاريخ الكويت، لكن الكويت هي اللي باقية، علمها، شعبها، تاريخها، الدولة، كيانها هو اللي باقي. الازرق يتيب بعد وفاة الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه الشهيد، يتيم الأزرق الكويتي يتيم، لا يمكن أن نرجع إلا لما نحط إيدنا بيد بعض. وسألناه وش ينقص المدرب الخليجي. ابحث أنك تجد نفسك أول، أنت لازم تلقى نفسك بعدين راح تقدر تبني الآخرين. إذا أنت ما لقيت نفسك شلون تبني الآخرين؟ اللي مو قادر يعطي نفسه لا يمكن يعطي الآخرين. عشان أنجح في تجربة أفغانستان أعتقد أني أحتاج شغلتين. الشغلة الأولى أني أكون ممتاز جداً في العلاقات العامة عشان أطور العلاقات ما بين الاتحاد الأفغاني والاتحادات الخليجية، هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية لازم ما أكل ولا أمل، وأن كل ما أقوم الصبح يكون عندي هدف أحققه. منتخب أفغانستان عشان ينجح يحتاج شغلة واحدة، يحتاج أن الناس تساعده، الناس تؤمن فيه. الثقة بالنفس مهمة، لكن العزيمة والعمل هما الأكثر أهمية. لقناة MBC محمد الصادق، الرياض.